السلام عليكم. اليوم إن شاء الله بسوي معكم خبز الطابي. حطيت 5 أكواب من الطحين البر اللي هو الأسمر، وحطيت عليها 2 كوب طحين أبيض. استخدمت الأكواب المعيارية، وضفت عليهم ملعقة الكبيرة المعيارية ملح، تكون ممسوحة طبعا، الملح حسب الذوق، ممكن تحطون الملعقة أو نص الملعقة، تمام. وأخلط المكونات مع بعض وبضيف عليهم الماء. الحين بسم الله أضيف الماء، خلطت الطحين تمام، وهذا هو القوام مثل ما تشوفون، يطلع نفس قوام الكريب، هو تقريبا الكريب، بس اللهم ان ما نحط فيه لا بيض ولا حليب، بس ماي وملح. هذا هو خبز الطابي، وخلاص الحين اغطيه، خليه تقريبا 10 دقائق، ممكن تخلونه اكثر حسب الوقت اللي عندكم، ممكن تسوون العجينة من الليل تغطونها وتسوونها بالصباح على الريوق. سخنت الطابي على النار وبمسح بشوية زيت. سخنت الطابي وبسم الله وأوزع العجينة وبخليها لحد ما ينشف وجه العجينة، بعدين أدوبها على الجهة الثانية وبخليها لحد ما ينشف وجه العجينة، بعدين أدوبها على الجهة الثانية. الوجه نشف عندي تمام. الحين بسم الله نقلب الخبز. هذا الخبز بعد ما خلص عندي، طبعا تسوون بالحجم اللي تبون، تكبرون او تصغرون حسب الذوق، ممكن تقدمون سادة او ان تسوون البيض جبن اي حشو انتو تبون. الحين انا راح اسوي معاه حشوة البيض والجبن. بسوي حشوة البيض، حطيت شوي زبدة شوي من زيت الزيتون، خلي بس الزبدة لين تسيح يسخن الخليط أضيف البيض. بسوي حشوة البيض، حطيت شوي زبدة شوي من زيت الزيتون، خلي بس الزبدة لين تسيح يسخن الخليط أضيف البيض. أضيف البيض، بسم الله الرحمن الرحيم، أضيف البيض، ضفت البيض وأحط جبن شيدر جبن موزريلا، وبحط الخبز. طبعا انا ما راح اقلبها، بس خليه لين تستوي البيضه واشيل الخبز. شوفوا هذه اللي بالجبن وهذه اللي بالبصل والبقدونس. طبعا ما يحلى الخبز الطابي الا مع الكرك. بسم الله الحين نذوق الخبز اللي سويناه مع البيض والجبن. بسم الله ما شاء الله يا الطعم،
ويا جماعة ترى مع البيض أنا ضفت الجيمر أو تضيفون قشطة، دائما إذا سويتوا بيض البيض المقلي ضيفوا معاه القشطة أو الجيمر، يخلي البيض عندكم القوام حقه. شو أقول لكم؟ يعني قوامه طري، ما يطلع البيض ناشف، ونفس الوقت يشيل كل الزفرة اللي في البيض. ندوق الحين اللي مع البيض مع البصل الأخضر والبقدونس.